السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. لا تكاد تتوقف ميليشيات الحوثي عن قصف المدنيين في المناطق المحسوبة بأنها محررة جنوب الحديدة كحيس والتحيتة. يوميا تنهال عشرات القذائف على المواطنين، ويوميا هناك شهداء وجرحى. في حيس مثلا زاد عدد الشهداء المدنيين جراء قذائف الحوثيين عن 50 شهيدا، نصفهم من النساء والأطفال. وفي التحيتة خلال أسبوعين قضى نحو 14 شهيدا، والأرقام مرشحة للزيادة، وعشرات الجرحى تضج بهم مستشفيات عدن. الحوثيون قتل وهذا دأبهم، لكن هناك من يحمل التحالف أيضا المسؤولية عن تزايد أعداد الضحايا المدنيين، كونه الجهة المسؤولة عسكريا وأخلاقيا عن حمايتهم وتأمين مناطقهم، ويفترض أنه قد أعد وخطط لمعاركه قبل الدخول فيها، وقبل أن يتحول المدنيون هدفا دائما للقتل والتنكيل والقصف العشوائي اليومي بحجة تواجد قوات المقاومة في المدن المحررة. في حلقة اليوم بين قوسين نتساءل عن مدى مسؤولية التحالف تجاه المدنيين، وكيف يمكن حمايتهم وتجنيبهم الموت، وكيف يمكن وضع حد لمعاناة المدنيين الواقعين تحت طائلة نيران الحوثيين. في هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر السكايب من الهند الناشط السياسي عثمان عيدروس، ومن سيئون الراصد الحقوقي غالب القديمي، ومن التحيتة الناشط سمير أخضر. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله من جديد، وأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ عثمان عيدروس عبر السكايب من الهند. مساء الخير أستاذ عثمان. مساء النور أخي بشير لك ولجميع الإخوة المشاهدين والمستمعون. أهلا ومرحبا بك. في البداية أهلا بك أستاذ عثمان. في البداية برأيك من المسؤول عن كل، أو من المسؤول عن حماية المدنيين في محافظة الحديدة، خاصة المناطق التي تم تحريرها جنوب الحديدة؟ أنا حقيقة بداية أشكر قناة بلقيس على تسليط الضوء على محافظة الحديدة والمعاناة الموجودة في المناطق الجنوبية والمديريات، لكن بداية أحب كذلك ألا أحمل مسؤولية التحالف الشعبي الذي جاء على زمنية لاجتثاث وتحرير مناطقنا، وبالأصح مناطق اتهامية من الميليشيات الحوثية الانقلابية. وبالمقابل يفترض بالتحالف العربي عند ابتداء أي عملية عسكرية أن يكون لديه خطة متكاملة لعملية التحرير وما بعد عملية التحرير. لذلك ما نجده الآن في مديرية حيس أو التحيتة نعتبر أن ذلك شيئا سلبيا وخلل، ولكن ثقتنا بالتحالف العربي أنه إذا ما تم تقييم هذا الوضع والتعاون بين كل الأطراف لذلك سيتم وضع الحلول المناسبة لتأمين حياة المواطنين في تلك المديريات. وعلى الإخوة الموجودين قادة الأدوية وخاصة اللواء السابع في مديرية حيس بقيادة علي الحسيني أن يبدي وأن يصرح في عملية التقصير الحاصلة داخل حيس، وما زلنا ما بعد التحرير بستة أشهر ويوميا بشكل مستمر عملية القذائف تتهاوى على مديرية حيس ويسقط يوميا الضحايا من الأبرياء المدنيين. عليه أن يرفع بتصوره بالحلول لعملية حماية هؤلاء المدنيين، وفي حالة عدم التجاوب عليه التصريح وعليه الإبلاغ، وحتى نستطيع أن نحمل المسؤولية للجهات المقصرة. كذلك الأمر الحاصل في مديرية تحيتة نفس السيناريو الذي يسير في حيس يسير الآن في التحيتة، وأصبحت المديريات الأخرى في جنوب الحديدة على تخوف كبير ما بعد التحرير. نحن نريد أن نرسل رسائل تطمينية، رسائل محبة
الانتصار أن الوضع ما بعد التحرير ليس ما قبل التحرير، فلذلك هذا الأمر وهذه المسألة في غاية الأهمية. لا نريد أن نصطاد في الماء العكر، نعم، ولا نريد أن نستغل هذا التقصير. نحن ننشد عملية التحرير، نريد أن نستفيد من التحالف العربي لتحقيق هذه الأهداف. فبالتالي إذا كان الآن قبل 3 أيام يتم الهجوم على منطقة المغرس وعلى منطقة السويق في ضواحي التحيتة، ويصبح الانتصار أو التحرير قريبا ويتم بعد ذلك عملية الرجوع وعملية الانسحاب، أعتقد أنه في عدم استعانة التحالف العربي أو قيادة العمالقة لأبناء تهامة في عملية التحرير أن ذلك جزء من الخلل، لأنهم أكثر دراية بالمنطقة. أعتقد كذلك أن عملية عزوف المقاومة التهامية أو أن عملية حتى إبعادها وتهميشها كذلك جزء من الخلل، ينبغي أن يتم تصحيح ذلك وإشراكهم، لأن أهل مكة أدرى بشعابها وهم أهل الأرض وهم أدرى بمناطقهم. وأعتقد إذا ما سنحت لهم الفرصة والقيادة لهذه المناطق وإشراك محور الحديدة كذلك والمنطقة، نعم، نعم. أستاذ عثمان، يعني 3 سنوات وأنتم في الحديدة تطالبون التحالف العربي والشرعية بتحرير هذه المناطق، عندما جاء التحرير الآن تحملون التحالف لماذا يحرر هذه المناطق وتحملوه مسؤولية التبعات ما بعد التحرير؟ يعني ربما هناك تناقض في آرائكم، أو ما هي الأسباب التي تجعلكم تحملون التحالف والشرعية هذه المسؤولية ما بعد التحرير؟ حقيقة أنا سردت وأخبرت، نحن لا نريد أن نصطاد في الماء العكر، نحن نشكر التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على اهتمامهم بمحافظة الحديدة وبالشريط الساحلي وبتهامة، وكذلك نحن نشد على أيديهم إلى معالجة هذه النقاط والاختلالات في أسرع وقت. نعم، طيب، الآن الشكوى التي تحدث عنها أو التخوفات الآن التي يتحدث فيها عن أبناء الحديدة في المديريات المحررة، والبعض ربما وصل به الأمر أن يقول لماذا لا يعود الحوثي، كنا في أمن أفضل من هذه الفترة، هل هذا الطرح منطقي أستاذ عثمان؟ يعني بعد 3 سنوات من الحصار، من المعاناة، من الإتاوات، من الانتهاكات التي كانت ميليشيات الحوثي تطال أبناء محافظة الحديدة في هذه المديريات، بعضهم يعني الآن يعود ليطالب بعودة الحوثيين، وربما يمتعض أو لم يطوق له يعني كل التقدم وكل المناطق التي تم تحريرها من قوى الشرعية والتحالف العربي. يا أخي، حقيقة أثبت هؤلاء الحوثيين بأنهم مشروع دموي، ميليشيات لا تعرف إلا الموت ولا يجمل فيها معروف. رأينا هؤلاء المتحوثون من بعض المناطق التهامية، وعندما فشلت وتحررت تلك المناطق من الحوثيين، كيف صب هؤلاء الحوثيين الرصاص والنار والقذائف لعملية القتل هؤلاء المدنيين حتى على بيوت المتحوثين. لذلك نحن نستغل هذه الفرصة وندعو جميع المتحوثين الموجودين بأن هؤلاء الناس حقيقتهم، وبأن لا أعتقد أن هي أصوات بسيطة التي تقول بأن الوضع أيام كان أيام الحوثيين وكان أفضل. لا، بالعكس، مهما كان من سلبيات إلا أنه تظل تلك السلبيات لا تقارن بمشروع الحوثيين أو بانتهاكاتهم أو بالمشروع الاحتلالي لهؤلاء الميليشيات. لكن الحلول لهذه الأشياء ولهذه الأمور، الشيء الذي نحن نقترحه لهذا الأمر حقيقة موجود قائد المحور. نعم، قوات المقاومة التهامية وتسند لها في عملية التحرير، لماذا السلطة المحلية كذلك ألا تبدأ بصورة عاجلة بتعيين مدير لمديرية الحيس والتحيتة على غرار الخوخة، وأن تقوم بدورها كذلك في رفع التصورات؟ نحن كذلك ندعو الأخ رئيس السلطة المحلية الدكتور الحسن طاهر، هذا المحافظ النشيط حقيقة وفريق عملي في السلطة المحلية في الوكيل الأول ومدير مكتب المحافظة، إلى زيارة مقر التحالف، إلى النقاش معهم، إلى زيارة كذلك قيادة التحرير في الحديدة موقفة بضغوطات دولية. طيب،
ما المانع ان يتم تامين المناطق الجنوبيه مثل حايس، مثل الخوخه، من تحرير زبيد والحسينيه وبقيه المناطق الاخرى؟ نحن الان في فرصه حقيقه الى عمليه التحرير والتامين لهذه المناطق بحجه توقيف المعارك حول مدينه الحديده بضغوطات امميه. طيب استاذ عثمان يبقى معي، نشرك معنا في الحديث الاستاذ غالب القديمي من سيئون، راصد حقوقي. مرحبا بك استاذ غالب. اهلا وسهلا بك يا اخي، ومرحبا بالدكتور عثمان العيدروس. وبدايه اشكر قناه بلقيس على تجاوبها واهتمامها بالمناطق الجنوبيه مديريه محافظه الحديده. نعم. تابعت نقاشك مع الاخ دكتور عثمان. طيب استاذ غالب، فعلا اخي الحبيب التحرير المنقوص دائما ما يروح ضحايا كثير نتيجة التحرير المنقوصة. جميعنا يعلم أن ميليشيات الحوثي ميليشيات إجرام، ميليشيات لا تؤمن بالحياة. ربما فقدنا الاتصال بالأستاذ غالب القديمي راصد حقوقي من سيئون. نعود للأستاذ عثمان أو سمير أخضر ينضم إلينا الآن، ناشط من التحيتة. مرحبا بك أستاذ سمير. مرحبا بك أخي الكريم. أهلا بك أستاذ سمير. في البداية مرحبا بك أستاذ سمير، في البداية ضعنا بالصورة التفصيلية الكاملة الآن بالتحيتة بعد تحريرها، ما الذي يحدث فيها؟ ما الذي يحدث في التحيتة هي صورة ثانية لحيث سيناريو حيث الآن يتكرر في التحيتة، والتحيتة يعني كل يوم احنا ولا مغذوقات هذه يعني من المزارع، من المغرف، من جميع الجهات يعني الاربع. احنا الان حتى يعني الطرق يعني مغلقه على التحيتة، لا يوجد من فضلت لابناء التحيتة. بالعودة إلى الأستاذ عثمان، ربما هناك إشكالية معنا في الاتصالات للأسف. أعود لك أستاذ عثمان عيدروس، الآن برأيك الآن الحل ما هو الحل؟ يعني يتركوا هذه المديريات لميليشيات الحوثي حتى لا تصبح يعني عرضة لمقذوفات الحوثيين فيما بعد التحرير؟ لا شك أن أي منطقة تتحرر لابد من معاناة، ولابد أن يتحمل الناس تبعات ما بعد التحرير حتى تستقر الأوضاع. ذكرت أنا آنفا بأن الحل هو عملية تكاملية نشترك فيها جميعا، تشترك فيها الشرعية الممثلة بالسلطة المحلية، تشترك فيها وزارة الدفاع اليمنية ممثلة بمحور الحديدة والملحق بالمنطقة الخامسة، تشترك فيها المقاومة التهامية، تشترك فيها قوية العمالقة، تعود هؤلاء كلها بالتنسيق مع قوات التحالف العربي وبالأخص دولة الإمارات العربية المتحدة التي هي تشرف وتمول هذه العمليات في ساحل البحر الأحمر وفي المناطق التهامية. لذا نرى بأن يتم حقيقة جدا بأن يتم الجلوس وأن تثير هذه النقطة وهذه المسألة من قبل السلطة المحلية كما ذكرنا، وأن يتم الجلوس مع قائد التحالف العربي الممثل قائد التحالف العربي الموجود في عدن للنقاش حول هذه المشكلة وعمل الحلول المناسب لها. عامل الزمن، عامل الوقت، ذو سهمين إيجابي وسلبي. الجانب الإيجابي فيه أنه الآن لا توجد أي عمليات أو إرباك لتلك القوات المتواجدة في الساحل الغربي الساحل التهامي، وهي متفرغة بعد تحرير الساحل إلى المديريات المطلة على الساحل، بدءا بمديرية الجراحي ثم حايس ثم بيت الفقيه ومناطقها من الحسينية وتأمين التحيتة بالدرجة الأولى. لذلك إن عملية التأخير هذه ستجعل من العدو ومن الميليشيات أن تعد نفسها بشكل أكبر، تقلق تلك المديريات، تجعل الناس في عملية احتقان كبير كما هو الحاصل الآن.
رأينا المظاهرات الأخيرة التي خرجت في حيس، وكذلك في تحيتا، حجم الاحتقان وحجم الغضب الكبير الجماهيري والشعبي. طيب استاذ عثمان ابقى معي، اعود للاخ سمير من التحيطه. استاذ سمير تسمعني الان بوضوح؟ اي نعم اسمع. طيب اكمل حديثك حول الوضع الان في التحيطه بعد التحرير. التحيطه الان بعد التحرير، التحيطه الان اهالي التحيطه وابناء التحيطه الان محاصرين، لا يوجد اي منفذ او اي طريق، يعني حتى يعني بان المخزون الغذائي اوشك على النفاذ. الطريق لا يوجد طريق، اي طريق المقاومه وهي طريق وعره شكوها يعني عن طريق المال المتحركه من المديلس الى التحيشه شمال التحيشه. طريق السويد مغلقه وتم تدميرها قبل 3 ايام. الحوثيين يعني لغاموا الطريق، زرعوا في الغام يعني وعبوات ناسفه وفجروا الطريق، وحتى المقاومه دخلت الى السويد امس دخلوا عن طريق المزارع. وانت كما تعرف السوق يعني كلها غابات نخيل، وزي كذا ازيد من 3 مليون نخله تقريبا. المواطن ابناء التريكه اذا ذهب الشخص الى جديد يذهب عن طريق التهريب عن طريق المزارع، هذا اذا ستر الله عليه ووصل. واذا يعني راح وامسك به الحوثيون على طول يحتجزوه، على طول يلقوا عليه تهم الداعشي. اي شخص من ابناء التحيط عندهم داعشي ويتم هجمه. نعم، هذه الاشكاليات استاذ سمير، هذه الاشكاليات من يتحمل المسؤوليه عنها برايك؟ اذا فقدنا الاتصال بالاخ سمير، سنذهب الان لمتابعه هذا الماده المعلوماتيه ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا. من جديد حياكم الله، واعود الى سيور مع الاستاذ غالب القديمي. استاذ غالب، اذا كنت تسمعني الان بوضوح، يعني ما الذي وثقتموه ورصدتموه من اشكاليات بعد التحرير في المديريات الجنوبيه في الحديده؟ حياك الله اخي الحبيب. حقيقه نحن اكثر ما رصدناه ووثقناه بعد التحرير هو قصف ضحايا قصف ميليشيات الحوثي والغاء ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي كما قلت سابقا انها ميليشيات جماعه موت، شعارها الموت لا تعرف الحياه. جماعه الحوثي لا تضرب اي قيمه للانسان اليمني سواء كان رجل او طفل او امراه. لذلك اقول اخي الحبيب انه هذه نتائج التحرير المنقوص. اي تحرير منقوص يذهب جراءه ضحايا من المدنيين كثر. حتى اللحظة بلغ ما تقدم أكثر من 50 شهيد في مديرية حيس، وفي مديرية التحيطة خلال أسبوعين أكثر من 14 شهيد. بغض النظر عن الجرحى، الجرحى يتجاوز 150 جريح، بعضهم معاقين، بعضهم بترت أقدامه، بعضهم بترت أياديه. أيضا المنازل التي هدمت في حيس بلغ أكثر من 70 منزل تهدم فوق ساكنيه، مساجد هدمت، مستشفيات قصفت، كلها سبب التحرير المنقوص. نحن اكثر من مره ندعو جميع النشطاء وجميع الصحفيين، يدعو قوات التحالف استكمال تحرير مديريه حيث، وهي الان التحرير المنقوص. نعم استاذ غالب، التحرير المنقوص يتمثل بماذا؟ ما الذي يفترض او كيف تريدون التحرير الكامل؟ يفترض السؤال، نتساءل جميعنا لماذا توقفت جبهه حيث؟
هذا هو التحرير المنقوص. لماذا جبهة حيث توقفت وهي الآن التحيث تلحق بجبهة بمديرية حيث؟ لماذا لا تتقدم جبهة حيث؟ ألم تتحرر حيث؟ ألم تتحرر حيث؟ يا أستاذ لم تتحرر، تحررت المدينة، لم تتحرر المديرية. نحن نتكلم عن مديرية، نحن نتكلم عن مديرية جبل راس ذات الجبال الشاهقة حيث من فوق جبل راس. لماذا لا تحرر مديرية جبل راس؟ لماذا لا تحرر جبال شمير مقبرة؟ من هنا يأتي القصف. برأيك لماذا؟ أستاذ غالب، أنا نعم، برأيك لماذا تركت هذه المناطق ولم تحرر وتستكمل في حيث؟ ما سمعت يا معركة مدينة الحديدة. طيب أعود للأستاذ عثمان، هناك مشكلة حقيقية في الاتصالات في اليمن، لا ندري ما هي الأسباب. أعود للأستاذ عثمان عيدروس عبر السكايب، ناشط سياسي في الهند. أستاذ عثمان، برأيك لماذا تركت هذه المناطق ولم تستكمل فيها التحرير كما تحدث الأستاذ غالب القديمي في حيث كجبال شمير أو الجبال المحيطة بمديرية حيث وتم تحرير فقط المدينة؟ أعتقد بأن للتحالف العربي أهدافه واستراتيجيته في هذه الحرب وفي هذه المعارك، نظرا لسهولة المناطق التهامية، فإذا ما اتجهنا شرقا إلى تلالي وجبال جبل راس أو شمير فإن المعركة ستكون أكثر تكلفة وأكثر تعقيدا وأكثر صعوبة، خاصة أن هذه الميليشيات متمترسة جدا في الحروب ما بين الجبال ما بين التلال، وستكون حرب استنزافية وستطول العملية. لكن هذا لا يمنع حقيقة أن يتم تأمين تلك المناطق المحررة مثل مديرية حيث أو غيرها من خلال التفرق وضرب تلك الأهداف التي تستهدف مديرية مدينة حيث بضرب تلك التلال أو الجبال المطلة. أعتقد إذا ما كان هناك نية وعزيمة صادقة بأن لن تتجاوز العملية حتى أسبوع واحد في عملية استهداف تلك المناطق التي منها الضرر لمناطق حيث وما إلى طيب ذلك. أستاذ عثمان، وأحمل المسؤولية أنا حقيقة القيادات نعم الميدانية الموجودة هنا. أعتذر منك على المقاطعة أستاذ عثمان، اسمح لي. أعتذر على المقاطعة. يعني أنت الآن تقول هذه المناطق صعبة وتحريرها صعب جدا وستكون هناك تكلفة باهظة وكبيرة، ثم بعد ذلك تتحدث بأنه لو كان هناك نية صادقة ستحرر في أسبوع. أنت تقريبا أنا ما أقصد فيه فعلا، وما زلت أؤكد أن الانتقال إلى الجهة الشرقية سيكون عملية مكلفة، لكن عملية ضرب التلال والمواقع العسكرية التي يأتي منها ضرر على حيث أو غيرها، أعتقد بأن هذا الأمر سيكون فيها عملية بسيطة جدا إذا ما وجد هناك فعلا قيادات ميدانية ترفع بالدراسات الخاصة بذلك لاستهداف تلك المناطق والتلال اللي مطلة على حيث التي منها الضرر بدون ما يدخل في عمليات استنزاف كبيرة، وبالتالي يؤثر بذلك عليهم في عملية تحرير المناطق التهامية السهلة والبسيطة. نعم. طيب أعود إلى حيث مع الناشط بكيل النهاري. مرحبا بك أستاذ بكيل. أهلا وسهلا أخي حبيبي. أهلا بك. أنت في حيث وتعيش الآن في حيث، أبرز الإشكالية التي تعانوا منها ما هي ومن المسؤول عنها؟ طبعا حيث منذ تحريرها في شهر فبراير تقريبا الآن لنا أكثر من 7 أشهر، وحيث تعاني الكثير من الإشكاليات أو الجوانب الإنسانية، ومن أهمها الجانب الأمني. الجانب الأمني الذي فعلا أضجع الكثير من الأهالي وجعل أكثر من نصف. نعم، حالة الاتصالات مرة بعد أخرى يتم القطع الاتصال، ربما إشكالية فعلا
خارجة عن إرادتنا تكرر للمرة الخامسة أو السادسة. المهم أعود للأستاذ عثمان عبر السكايب من الهند. أستاذ عثمان، الآن من خلال متابعتك الآن واطلاعك، وأيضا من خلال الدعم الكبير الذي قدم في الساحل الغربي ويعني الإشراف المباشر من قبل التحالف العربي والحكومة الشرعية والألوية العمالقة والألوية التهامية، يعني ما هو الدعم الذي يفترض يعني أو أنتم تطالبون فيه ولن تحصلوا عليه حتى هذه اللحظة؟ إذا ما طرحنا هذا الأمر بالنسبة لمطالبنا كأبناء محافظة الحديدة في إقليم تهامة، نحن نطالب حقيقة بالتحرير السريع والعاجل واستئناف العمليات لتحرير مدينة الحديدة ومينائها بالدرجة الأساسية. الأمر الآخر، عملية التحرير المنقوص هذه لا نريدها، نريد حلول عاجلة جدا 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 لتطمين أهلنا وإخواننا في مديرية حيس والتحيتة، وأن يروا فعلا عملية الفوائد ما بعد التحرير بعملية متكاملة أمنية إنسانية خدمية، حتى يشعروا بالفرق هذا وتتوفر لهم خدماتهم الأساسية الذي كفل لهم القانون الدولي والعالمي. نعم، طيب أعود إلى حيث مع الأستاذ بكيل. نعم، بالنسبة للمقاومة التهامية، اسمح لي أن أعود إلى حيث أستاذ عثمان وأعود إليك بكيل النهاري من جديد. كانت هناك مظاهرة خلال اليوم أو بالأمس، خرج أبناء حيث يطالبون بتأمين المدينة، وقيل أنه تم اختطاف أو اعتقال من قاموا بهذه المظاهرات. حدثنا بصورة تفصيلية عما حدث. في كما نعرف أن حيث الآن لها أكثر من 7 أشهر، وما سبب تأخير تأمين مديرية حيث، فالكل يعاني من هذه المشكلة بشكل عام. وقد حدث قبل هذه المظاهرة طبعا حدثت مجزرة كان طبعا في نقطة تجمع لمنظمة اليونيسف، نقطة تجمع للمياه، فحدثت هذه المجزرة وخرج الشباب كتعبير عن الرأي وعن الرفض لترك بدون تعميم، وحدث ما حدث من شباب عملية أيضا من عدم استجابة من الجهات الأمنية أو إنساني مع هذه الجهات أو مع هذه المظاهرات، وهذا طبعا حق كفله الدستور والقانون، حق التعبير عن الرأي، ولكن يجب أن يكون بشكل أستاذ بكيل. نعم، طيب هل فعلا تم اعتقال من خرجوا يطالبون بتأمين مدينة حيث؟ نعم 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 نعم، هناك بعض المعتقلين موجودين في إدارة الأمن، نعمل من إدارة الأمن الاستجابة والإفراج عن هؤلاء الشباب، لأنهم فعلا كانت كردة فعل لما حدث في حارة بني، كردة فعل أيضا لعملية تأمين حيث. و أننا ندرك جيدا أن الوضع ليس في يد المقاومة كما نعلم، وليس في يد حتى الجهات الشرعية، وإنما هو بيد التحالف وعملية التحالف، وهذا فعلا الكل يدرك هذا الأمر. ما الذي بيد التحالف ولم يفعلوا من أجل تأمينكم في حيس؟ بيد التحالف يعني طيب أعود إلى الأستاذ عثمان عيدروس عبر السكايب من الهند. أستاذ عثمان، الآن تحدثت أنت عن نقطة وكررتها مراراً فيما يخص يعني وقوف السلطة المحلية بصورة مباشرة مع
مسؤول التحالف العربي في عدن أو المسؤول الإماراتي الذي يشرف على العمليات في الساحل الغربي والتحدث بصورة مباشرة من أجل تقديم الدعم لهذه المديريات. يعني ما نتابعه بأن هناك ربما تواصل مباشر، ودائما محافظ الحديدة يتحدث عن تنسيق كبير ومباشر مع التحالف العربي والحكومة الشرعية، أيضا القادة الميدانيون بنفس يعني الاتجاه يتحدثون. إذن ما هو التنسيق الذي ترى أنه يفترض أن يقوموا به ويوفروا لهذه القيادة في الساحل الغربي بالحديدة؟ كنت أتمنى أن يكون إحدى ضيوف هذه الحلقة المهمة جدا ممثل للسلطة المحلية في الحديدة، أي مسؤول يستطيع أن يتحدث أو أن يعبر بصورة رسمية حتى نعرف ما هي الجهود التي قامت بها السلطة المحلية لهذه المشكلة في عملية التحرير المنقوص، لأن هذه نقطة في غاية الأهمية. نحن لمسنا أمس إحدى الفعاليات التي تمت في مديرية القوخة وتواجد الأخ الدكتور الحسن طاهر محافظ الحديدة، وكيف أنه عين أحد أبناء هذه المديرية من أبناء المقاومة كمدير لمديرية القوخة، ونحن نشيد على هذا الشيء لأن المواطنين يتطوقون لهذا الشيء. ولكن نحن نتمنى منكم ونطرحها من ضمن المقترحات في الحلقات القادمة أن يتم التنسيق، أن يكون أحد ضيوف هذه الحلقة والبرنامج ضيف أو ممثل للسلطة المحلية حتى نسمع منه ونعرف ما هي تلك الجهود التي يقوم بها في عملية استكمال التحرير المنقوص. بالتأكيد سيد عثمان، ذكرت نقطة في غاية الأهمية، أنه يفترض أن يكون معنا ضيف فعلا من السلطة المحلية أو من الجهات الأمنية والقادة الميدانيين، لكن للأسف لا يوجد لدينا ضيف يتحدث عن هذا الجانب أو يجيب على كل التساؤلات التي تطرحها ونطرحها ويطرحها أبناء المديريات المحررة في محافظة الحديدة. طيب، إذن الآن من وجهة نظرك أمام هذا الصورة القاتمة الآن يعني في الحديدة، تحرير منقوص، الميليشيا تقصف المدن التي تم تحريرها بشكل مستمر، التحالف العربي ربما أوقف المعركة على تخوم الحديدة ولم يؤمن هذه المناطق، ما هو الحل بالنسبة للمدنيين الذين يتعرضون للقتل يوميا؟ والله لا أستطيع أقول لهم إلا أن يصبروا، والله سبحانه وتعالى سيأتي بالفرج إن شاء الله، ولكن عليهم أن يرفعوا أصواتهم، أن ينظموا أمورهم، أن يواصلوا عملية الضغط المجتمعي عبر جميع الوسائل السلمية حتى يستطيعوا أن يوصلوا صوتهم عن طريق السلطة المحلية، عن طريق قيادات الجيش الموجودة هناك كذلك. أستاذ عثمان، أنا أشكرك لسعة صدرك. ربما يعني إشكالية في الاتصالات، كلما نعود لضيف آخر يتم إشكالية وما نسمعش إيش بيتحدث. أنت أيضا نعود إليك بصورة مستمرة وأنت الضيف الوحيد الذي تبقيت معي في الحلقة. أنا أريد منك رسالة أخيرة فقط نختم بهذه الحلقة لنجمل ما الذي تطالبونه وأنتم لحماية الناس والمدنيين في هذه المحافظات والمديريات التي تم تحريرها جنوب الحديدة. نطالب التحالف العربي ممثل بدولة الإمارات العربية المتحدة التي متولية ملف الساحل الغربي الدينامي باستمرار عملياتها واستمرار دعمها. نطالبه بعدم تهميش كتائب وألوية المقاومة الإهامية وإشراكها فعليا وجعلها المزيد من الصلاحيات. نطالب السلطة المحلية كذلك بالجلوس معهم وإيجاد حلول للعملية الإنكارية والتنموية في حيث حيث والجانب الأمني. نطالبهم كذلك بإشراك محور الحديدة القائدة اللقاء الرصف المشترك هو وأفراده في عملية التحرير لكل الشرعية كذلك تواجد. نطالب العمالقة بأن يكونوا محررين لا مستقيمين في المديريات المحررة، لا نسمع بالممارسات السلبية أو السيئة باعتقال أو أو القمع، بل نسعى الصدر هناك صورة جيدة وإيجابية
نشكرك أخي ونشكر جميع الإخوة المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك الأستاذ عثمان عيدروس ناشط سياسي، كنت معنا عبر السكايب من الهند. مشاهدينا الكرام، بقي أن نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك، ونبدأ بهذه التعليقات مع صديق البرنامج الأخ أو الأخت آية خالد تعلق بالقول: التحالف ليس لديه أي مسؤولية لحماية أحد، ليس فقط بالحديدة، ولكن إن خصصنا على ذلك الحديدة فعلى أبناء الحديدة أن يقاومون، وكل يوم مجازر والتحالف ينظر بصمت وكأن دوره انتهى والخطر انزاح عن مصالحه. زايد سلطان الحداد يعلق بالقول: التحالف السعودي لم يفي بالتزاماته تجاه المدنيين من أبناء الحديدة، كانت هناك مأساة قبل أن يبدأ التحالف بمعركة الغربية في الحديدة، والآن تضاعفت المعاناة، لا شيء جديد سوى مزيد من الجوع. زايد سلطان الحداد. عمار نعمان اليوسفي يعلق: مسؤولية التحالف في الحديدة لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، بل زادت من معاناتهم لأنها لم تؤمن تلك المناطق وجعلتها مرمى سهل بقذائف الانقلابيين. عمار نعمان. رأي أخير. نعم، نوح الضالعي يعلق: التحالف فشل بتحرير اليمن، وفشل بإدارة المناطق المحررة، وفشل بكل شيء. المواطن البسيط هو من يدفع الثمن باختصار. نوح الضالعي، نختم بهذا الرأي ختام الحلقة. تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج، الزميل ودي عطا والزميلة إلهام عامر، كما هي لكم من طاقم البرنامج بشكل كامل. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين، السلام عليكم ورحمة الله.